داكشي ما مفهومش كاع. صباح سعيد. إذا صباح الخير، مرحبا لكل المتتبعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر من مدينة مراكش، بالضبط من سبقة المحاميد. كما تتابعوا معنا في هذه اللحظات، الحمد لله الخير موجود ما شاء الله. يعني كاين السردين، كاين أنواع ديال السمك اللي تتشهى كل مغربي في الطبق، بطبيعة الحال في الأطباق المغربية بصفة عامة. فاليوم يعني جينا باش أننا نقربوكم في كل، كما عودناكم دائما في كل صباح، ان نقربكم شويه من الاثمنه، ونقربكم من الوفره، ونقربكم من يعني من يعني الانواع اللي متوفره في السوق، والانواع اللي مفقوده في السوق بطبيعه الحال متتبعينا في هذا البث المباشر. سامين صباحك سعيد، صباح الخير بعدا. صباحتي الله يحفظك هانيا، كلشي مزيان. الله يكبر عندي زعما هذا الصباح شويه جو مقلوب. امين. انواع تاع الحود عندك تتشوف، كاين السردين، كاين الشرن، كاين التخليطه، فيها البينار، فيها البالايا، فيها الروبيو، فيها الفليفله، فيها داك الكشامه، كاين الراسكاس، وكاين الروجي، كاين الرايا، كاين الصول، كاين الشرن الغليظ، كاين الميرنا رقيقه، كاين باجو رويال، كاين الموستيل، كاين الروكان ديال الطاجين، كاين الطونه العنيده، كاين لالوت، فولالوت، كاين السنور، كاين الشرغو، كاين القرب، كاين الميرو، والبوطا والكروفيت. متوفر الحمد لله كلشي. كاع كاينين وشي حاجه ما كايناش. اللي ما كاينش ما حاضرش. فينا هو اللي ما كاينش انواع اخرى الحوت اللي ما كتحضر كاع، راه ما كتحضرش هذيك، كاينه ولكن ما توصلش لعندنا. ولكن دابا الحمد لله حاليا هو الحوت موجود، هي كاين شويه الثمن، الثمن شويه كاع بالنسبه للحوت كله زايد الثمن. لا ما مستقرش. هي السر ديال مره 260، مره 300، مره 360، غير مؤخرا وصل 700 ريال السردين. التاريخ المعلن ها 700 ريال بتبقى في التاريخ. اخا بزاف هادشي على الجريحه، ما عرفت بقينا كنفهم والو. خصك واحد الحاجه ضروريه، خصها تدخل للدار، خصها تدخل للدار، واخا تكون دايره حتى 100 درهم، لان عندك مسؤوليه وعندك وليدات. المواطن تجي تقول له 300 ريال سردين، تيقول لك واو واو واو، مالنا خويا الحوت غالي، ولا الحوت كثر من الدجاج وكثر من اللحم. بحال السنور دابا هو راه 100 درهم الكيلو السر، 100 درهم. انا قبل كنت شحال كان كيدير السردين؟ 160 2 كيلو ب 300. هذا ثمن الطبيعي اللي مولفين هنا في مراكش. لانه الوحيد كيقول الحوت ديال الفقراء يعني قريب. والسرجيل انا نعطيك كمثال، كمثال طبيعي، بغيت ندير انايا 10 درهم الخضره مخلطه، وبغيت ندير واحد نص كيلو السرجيل كفته، هاني تغديت انا وربعه الناس، ماشي اقتصادي. ها ما غاديش توفر هذاك السيد لا هذيك المره، ما غاديش يوفر واحد شويه، واش فهمتيني؟ ومنين يلقاه علاش باقي بيوفر؟ باقي يوفر شيء. بحال اي واحد تيخنس دوازو لولادو، تيجي لك 10 درهم ولا 160 ريال ديال الدجاج، والما باقي تيخطر به وتيخنس دوازو لولادو تيعطيهم ياكلوا، باش يوفر، لان عنده مسؤوليات اخرين من غير الكرش، كاينين مسؤوليات اخرين، ها المدرسه، ها الطو، ها الماء، ها السبيطار، ها شلا، كاين بزاف د الحوايج. الزيادات اللي بقات مستمره، ودوك حنا على ابواب رمضان ما بقاش بزاف بزاف بزاف، يعني كنشوفوا جميع الناس تقريبا الزيادات. اخويا اش غادي نقول لك؟ باقي المسؤولين تيديروا واحد الجلسه مغلقه مع بعضياتهم، وديك الساعات غادي يجاوبونا. باش غادي يجاوبونا؟ فاش نجيو نسول على السرجيل اللي لقى الثمن ديالو طالع ولا نازل؟
ديك الساعات غادي نعرفوا واش نقصوا من الاثمنه ولا زادوا في الاثمنه. وانا ما نكذبش عليك من خلال هذا الشيء اللي كنشوف تيبان لي هذا الشيء غادي وتيزيد. ما يعني باش يوصل السردين 700 درهم هذه سابقه في التاريخ. هذه مره وحده وما خصوش يوصل، ما خصو يوصل حتى 10 درهم ما خصو يوصلها. وصل 700 درهم. وتخيل اصاحبي. كاين اللي كيدور تيدير فيك ها وتيزيد في حالته، كاين اللي كيبقى غادي تيهضر مع راسه بحال الحمق، كاين اللي تيقول لك انا ما واكل كاع اليوم انا مغدي انا كاع اليوم، بغا يدير هو غير الحريره والخبز. شنو اللي عطل الله؟ اه واش التجارة من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ علاش وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت على التجارة؟ علاش التجارة بالضبط؟ علاش قال لك دير التجارة وما ديرش الإجارة؟ كاين نهار اللي غادي تصور 10000، كاين نهار اللي غادي تصور 100 درهم، كاين نهار اللي غادي تصور 1000 ريال، كاين نهار اللي ما غادي تصور والو. فهمتيني؟ الاجر ما محدودش هكاك ديال البيع والشراء. السردين اليوم دير مثلا 100 درهم غدا غادي يدير 2600، غدا غادي يدير 1600، بعد غدا غادي يدير 1800، كل مره واجه على حسب باش تاخذ. فهمتيني؟ ولكن شكون اللي اصل المشكل يعني انتم اللي كتبغوا تصيبوا المواطن بطبيعه الحال؟ هذيك حاجه طبيعيه. انتم اللي في المواجهه مع بعضياتكم. حنا ما نكذبوش عليك، السردين راه تناخذوه ب 100 درهم راه تنبيعوه ب 180 ريال تناخذوا فيه البركه ديالنا. السرجيري ديال 14000 غادي نبيعوه ب 700 درهم غادي نديرو فيه البركه ديالنا. بيع الشري ما كاينش شي حبه غادي يحطها وما يديرش فيها البركه ديالو. فهمتيني؟ البحث شفت انا واحد الفيديو انه كاين الدلاله في الاكاديميه، كاين الدلاله ديال الحوت، كيفاش تشوف انت انه وصلت المفهوم ديال الدلاله في الحوت؟ كيفاش؟ اصلا الحوت ديما في الدلاله. الحوت اصلا فاش كيتحط كونتيتي كثيره تنبيع بالدلاله. هذا بغا يعطي 100 هذا كيزيد عليه 100 ريال يا 2100 هذا 2200 حتى تنقبض انا في الحوت داك الشيء اللي بغيت تنرضي تنكون مرضي من ناحيه داك الثمن تنقول لبنادم عز. فهمتيني؟ وهادشي ما تيأثرش على البيع والشراء بالنسبه لنظرك انت؟ واخويا تيأثر عليه والصراحه هي هادي كيأثر عليه لان ما كنبقاش انا كبيع وشري ديال الحوت ما كنبقاش مني لهذاك التاجر اللي كيعطي السلعه للبيع والشراية بحالي. تيولي تيجي السمسار كيشري من عنده السلعه، تنولي انا خصني نتقابل مع السمسار، ويقدر ندوز انا من السمسار واحد لا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه على حسب. على حسب السمسار شحال من واحد، شحال من واحد شري ذاك الحوت، واش جوج واش ثلاثه، وما حتى كيتباع تيشري به السمسار هو كيطلع. يعني كيفاش نشوف دروك الحوت واش غادي يبقى في التزايد؟ الاثمنه طالعه غادي تزاد ولا غادي يكون استقرار؟ واخويا الا بقينا على هذه الحاله ما غادي يزيد في التزايد. هادشي اللي كاين. يعني ما كاينش شي حاجه من الحل الا المسؤولين واحد اعاده النظر. لا خصهم يديروا اعاده النظر وديروا اعاده النظر. والله الا يديروا اعاده النظر راه هذا الشعب هذا مسكين وحق العلي العظيم الا شوف. عرفتي تصور راه ولينا كنتخيلوا واقيلا حتى الاكسجين كون ما كان سيدي ربي اللي عاطيه هنا كون تتبيعوه علينا حتى هو. والله الاكسجين كون ما سيدي ربي اللي خالقه ما تيبانش. والله يا خويا تيبيعوا عليك هذا القمة هذا الشيء اللي ولا تيبان لي انايا من خلال هذا الشيء اللي كنشوف. ويلا الخضره يلا الخضره يلا الخضره يلا الخضره صاحبي ديك الساعات كانت غاليه. منين وقع التزايد في الديوانيه ديال هذا الشيء ديال البلدان ولا شوف واش وقع بيناتهم تما رخاصة الخضره. هو راه هنا هذه هي الوقيته فين خص المواطن المغربي يهضر. صاحبي بحال لا واكلين هادو الشمندر ولا ما عرفت اش واكلين هادو. ما شاء الله. مواطن مقهور كما تنقولوا. مواطن مقهور وساكت، لا ساكت ما عرفتش علاش ساكت. ايوا راه لا اله الا الله. ساكت واش سحري لنا شي سحر ما كاينش في الكون ولا ما عرفت. نفتح البيكوره. الله يدير الخير، الله يدير، الله يهديكم يشوفوا من حال هاد المساكين هادو يشوفوا. راه اليوم الدنيا وغدا الاخره. يشوفوا من حال هاد المسكين هذا، راه بزاف والله حتى بزاف. ما عرفتش غادي يديروا ولادنا من ورانا. ما داكشي كنصور تنصوروه بنار تناكلوه في العشيه شي حاجه نخبيناها زعما غدا ولا بغدا لا طاح لنا شي واحد مرض ولا شي حاجه ما كاينش. مشاو ثاني نتشحطوا غدا نطلبوا في الله يدير الخير قطع الله يدير الخير وكان الله يسهل عليك. شكرا لك. اذا كما تابعتم معنا فحاولنا نقربكم شويه من احوال السوق
وهذا هو بطبيعة الحال البيع والشراء كما تنقول بصفة عامة، يعني اللي عارف وداري بخبايا البيع والشراء بصفة عامة، فهذا هو حال السوق بطبيعة الحال. يعني كاين زيادة ممولة، وحنا على أبواب شهر رمضان الله يدي شتاوية الخير، فربما أنه المغرب غادي يتضرر بشكل كبير من خلال الزيادات اللي غادي تعرفها. جميع المنتوجات بصفة عامة، لا السمك لا الدجاج لا الخضروات الفواكه لا اللحوم، فتنتمنى ان شاء الله انه من هنا لقدام يعني يكون شي مسؤوليه المسؤولين انهم يعني يكون اجتماعات بخصوص الاسعار في رمضان، انه يكون مراقبه لانه تكون الاستهلاك ارتفاع للاستهلاك في شهر رمضان. وقد اشكركم، شكرا لكم، الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.